من ساحة الشهداء، حيث نصبوا هذا الأسبوع خيمة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، مشى أهالي المخطوفين من الجيش اللبناني إلى حديقة جبران خليل جبران أمام مبنى الأسكوى، مكان خيمة أهالي مفقودي الحرب اللبنانية. يقول أهالي المفقودين من الجيش اللبناني إن جرحهم جرح أهالي مفقودي الحرب الأهلية، وهم أرادوا اليوم أن يتضامنوا معهم. قبل وصولهم إلى الحديقة، توقفوا أمام السرايا الحكومية في نداء إلى المسؤولين، وأمام مبنى الأسكوى حيث وقفت أمهات مفقودي الحرب الأهلية مراراً، وقفت أمهات وعائلات الجنود لتطلق صرختها. فيا أيها المسؤولون، اليوم نطالبكم أن ارحموا دموع الأمهات السكالى ولوعة الأطفال قبل أن ينفد صبر الأهالي الذين لا زالوا يعتصمون في ساحة الشهداء، وغدا سيعتصمون أمام بيوتكم. بقول إنه إن شاء الله بهالروحة يعني لعند القطرية بيستفيد ونحن بنستفيد بإذن الله، وفيني أقول لهم إنه الله يقويكم وإن شاء الله خير روحتكم علينا. هذا التفاؤل يعطيهم بعض الأمل، فهل يعود أبناؤهم قريباً؟